يا هلا، حياك حياك. لا اله الا الله، عسى ما شر يا حجه. ايش فيك؟ كنت نفسي سيدي ما معانا وكان كله لقمه. الله يرحمه. العم سيد الحين في دار الحق. ما خلاص يما، واحنا جايين نبكي الراجل. خلاص يا بنت، خلاص خلاص. قول لي يا اخويا. نعم. انت مش لابس البتاع الابيض بتاع بلدكم ليه؟ ده اللي يشوفك كده يقول ان انت واحد مننا. ان شاء الله انا واحد منكم. الحقيقه هذا اللبس اطلع فيه او اطلع في الزي الكويتي عادي. يا عيني على امهاتكم، زمانهم ايديهم اتهرت من كتر الغسيل. يا حجه، الغسالات دخلت الكويت من زمان. يما يما يا بنت اسكتي يا بنت، وين قلت حاجه غلط ولا ايه؟ هي الواحده تحس ان الغسيل كده بقى ابيض ومزهزه الا لما بتقعد تضحك فيه كده وتمرش فيه كده. يا سعاد، خلي الحجه على راحتها. وحضرتك عندك شغل في مصر يا استاذ صالح؟ والله تبين الصج، انا ما عندي. حياكم، تفضلوا. انا ما عندي شغل، بس انا جيت مع المرحوم الله يرحمه. تفضل يا حجه، تفضل. ماله يا اخوي؟ صحة وهنا. الله يخليك. بس لما جيت عاد انا حبيتكم وحبيت الحاره وحبيت اقعد معاكم. يا سعاد، يعني انت خلاص مليتي مني؟ تبيني امشي؟ حضرتك بتقول ايه؟ هو في حد دخل علينا غيرك من بعد ابويا ما مات؟ الله يرحمه. والله الود ودنا يعني كده انك تقعد معانا على طول. ده انا هعمل لك دقيقه باميه مش هتاكل زيها الا من ايد خالتك ام سعاد. خالتي ام سعاد؟ مين خالتي ام سعاد؟ انا يا اخويا. طبعا طبعا يا خالتي ام سعاد، لازم اكل من ايدك. هنستناك يوم الجمعه، يلا يا عيال بقى عشان نمشي. يلا. فين يا سعاد؟ ايش فيكم مستعجلين؟ انتم ما قعدتوا اصلا، قعدتوا تو الناس. لا كفايه بقى على كده، يلا يا عيال. حياكم الله. يا هلا. هنستناك يوم الجمعه ان شاء الله. ان شاء الله. لا انا اقدر معي شرب العصير اول. بس لما كنتش تحلف اقعدوا يا عيال. تفضلوا تفضلوا. هاتي يا اختي. خد يا بيت، خد يا واد، وانت يا واد. ما جبتش واحدة للبهل يا بيت؟ لا لا، أنا شكرا سنة، أنا مش عايز. يا بيت ما تشربوا وتسكت. صح وهنا، تفضلوا. يا سلام، البيت بيتكم. والمادة سابقة الذكر من قانون التعويض توضح إن القاضي يقدر مدى التعويض عن الضرر فما لاحقا من أضرار جسيمة سواء في جسده أو ماله أو إصاباته الجرح. بس بس يا أستاذ، أنت جاي تذاكر هنا؟ أنا يا أخويا مش فاهمة منك ولا كلمة. اسكت أنت يا سعدية. أسرة يا أستاذ، هناخد كام بعد كل اللي أنت جريته ده؟ أنا ما أعرفش أحدد لك كام. المهم أنت دلوقتي تعمل لي توكيل رسمي في الشهر العقاري عشان أقدر أتحرك. إحنا يا أستاذ مش هنعمل توكيل لحد. أمرك عجيب قوي ياما. ما أنا مش فاهم يا أستاذ، هو مش القطر اللي اتسبب في شلل ده بتاع الحكومة؟ أيوه. خلاص، يبقى احنا نستنى الحكومة لما تصرف التعويض على راحتها، ولا نروح ولا نيجي. شكرا يا أستاذ. الله، يعني انتوا لا ترحموا ولا تسيبوا رحمة ربنا تنزل؟ وانت محموق قوي كده ليه؟ انت مالك؟ الله، مش بنتكوا دي وليها حق عليكوا؟ يعني ايه يا صبح؟ عايزها تورثني في شلل يا ابني؟ مش عندها فلوس وعيال ومدارس ومصيبة سودة قدامك اهي، وربنا فتح عليكم بيرشين، مش عاوزينهم يدوهم لبنتكم، هي أولى. ايوه ايوه، بعبع هات اللي في بطنك، جاريك ورمحك ده كله مش عشان خاطرنا، لا، عشان طمعان في القرشين بتوع التعويض بتوع الغلبان. لا 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 لا، اشبعي بيهم يا اختي، بس لو عرفت تجيبيهم. يلا يا بنت، يلا يا استاذ اتفضل. والمسيح الحي، ما انت داخله البيت ده تاني، شفت امك مستخسره فيكي وفي عيالك مليمه احمر. يلا يا بنت قدامي، يلا. سلام. يلا بلا سلام بلا كلام، يلا اركب اللي تودي. ده انت عبد فلوس. عشان تبقى تصدقني يا ماهر لما اقول لك الواد ده ما يعملش حاجه لله ابدا. بقى مش لو الواد عادل كان عايش معانا دلوقتي كان قطع رجلي من الكلب ده من هنا وكان بقى في ظهرنا بدل ما انا وانت قاعدين كده من غير سند. اسكت يا سعدي، اسكت. احنا لا محتاجين عادل ولا صبح. جيش من وراه خير وجع القلب. فضلي الجر على البيت، والمسيح الحي ما انت معتبها تاني. يلا يا بنت امشي الجر. يا استاذ، ما ينفعش نرفع احنا القضيه من غيره. ازاي؟ مفيش صفه قانونيه، لازم توكيل. ولا حتى بنته نقدر نعمل لها توكيل ده؟ ما ينفعش الا صاحب المصلحه. ايش فيكم تاكلون؟ الاكل مو عاجبكم؟ مش عاجبنا يا خرابي، ده كفايه شكله يا اخويا. بس احنا يعني كتير قوي علينا ده، ده احنا يا دوبك بناكل لقمه صغيره كده زي العصفوره. يلا يما يلا. يلا اكلوا وبدون خجل، البيت بيتكم وحياكم الله. شكرا. عفوا، بس دقيقة التليفون. اتفضل اتفضل اتفضل. هلا يبا. يا يبا ايش تبيني اسوي؟
ماكو حد لا على الكويتيه ولا على المصريه. ما في، ماني لاقي حد. شلون اجيك يا يبا؟ ايش تبيني اسوي؟ اقول لك ماكو حجز، يعني اي الكويت ماشي؟ حاضر على امرك، افهمني بس، افهمني لو سمحت يا يبا. القى حجز انا عندك ان شاء الله. حاضر، ما يصير خاطرك الا طيب. مع السلامه. تعي يا بنت. اسف يا جماعه، كان في تليفون مهم. حياكم الله، يا هلا، تفضلوا تفضلوا. البيت بيتكم بدون خجل. ايش فيكم؟ ما تاكلون الاكل مثل ما هو؟ يا اخوي السفره دايما يا اخوي. عليكم بالعافيه. مش كفايه هما؟ ها؟ مش كفايه؟ كفايه. الحمد لله شبعنا. صحة وهنا. الله يخليك. ممكن نغسل ايدينا؟ طبعا طبعا، تفضل. ماشي يا اخوي. تفضل. شبعت يا واد؟ تفضل. لا لا يا عيال. يا ولاد، ده حمام ده ولا اوضه نوم؟ يا ولاد يا ولاد، اغسلوا ايديكم، اغسلوا ايديكم. الله يخليكم، احنا كده عايزين نحمل حياتك بالشامبو يا بنت. ايه ده كله؟ يا ولاد يا سيدي يا ولد، خلي ايدك هتوسخها. يلا اغسلي ايدك يا بنت بالشامبو يا بنت. بصي يا وعلى الله